كوكا في سلام ونفس مرحبا حبيباتي، مين حاضر لفيديو تاني بالعربي؟ خلينا نبلش لانه كتير رح احكي، مش طالع على زيل بس لايك تعرفوني لما نبلش بالعربي، فرح اربكن شوي عرب من هيك وما نبلش. عن جد ما عندي اي فكره شو حعمل اليوم غير ما بعرف، عبالي اشتغل بالوان دافيه، فرح بلش مع الاي بيس مع انترش مع كافوي شو لونه بير. لما ما بعرف شو بدي اعمل بالعاده بستعمل هذا الاي بيس لانه هيك شو ما حطيت لون فوقه بيمشي حاله. ايام تاني لما عارفه حالي مثلا بدي اعمل شيء بالازرق او بالاخضر او يلي هو بستعمل بفرد مره اي بيس بهاللون، بس لما شوي عم نمشي وما عارفين حالنا هذا كتير منيح. اوكي بشتغل مع هيدي البالت من والجرينز، هي لهذا الفيلم فروزن، بس انه ما ضروري اذا عندكم نفس الالوان بغير اشياء كتير كتير بيزبطوا. بلشت بهذا اللون البرتقاني، برتقاني عادي هبي، على الاي بلندر برش من عند الى ماسكا، ولحطها بكسرة العين. في حدا منكم هيك اليوم ترك لي كومنت بعد اسمه سام او اسمه ماني بكتي الاسم سام، انه لما بحكي بالعربي صوتي شوي غير من لما بحكي بالانجليزي او الفرنساوي. انا بحس معكم حق 100%، غريب كتير لما بحكي بالفرنساوي بيتغير شوي، بتغير لهجتي اذا بتكون، بس صوتي كصوت ككل ما بحسه بيتغير. بس لما بحكي بالعربي حتى انا كان متورج على الفيديو وعم اعمل له اديتنج غير صوت، غريب كتير كتير ما بعرف ليه. اوكي بعدين على ريشتي المفضلة الماك 217 رح اخد هيدا اللون الاحمر. اذا حاضرين شي من الفيديو تاعولي بالانجليزي من قبل هيك بتعرفوني قد ايه بحبه لهاللون، وعندي كتير كتير اي شادوز بهاللون كتير بحبه ما بعرف ليه. بالعادة الاحمر العالم بخافوا منه، والمشكلة بالاحمر انه ايام صعب تشتغلوا فيه لانه في طلعكم شكلكم مرضى، بس بحس اذا بتحطوا له شويه لاينر او شويه لون اسود حد اللاشز بيمشي الحال. صار لي زمان يوغاز ما مصوره بالنهار، الشمس عم بتروح وتجي عم بتجنني. لقيت انه ما كان كتير كتير قوي اللون الاحمر على هيدي العين، فعلى هيدي العين اخذت من هيدا اللون مثل على موف تقريبا وحطيته على القرنة البرانية وعلى قلب كسرة العين. هيك قرنة الكلمة معناتها معقولة ممكن عندي امتحان، عندي عم ياخد صف عربي، عندي امتحان يوم الجمعة يا بي. العربي العام ماشي الحال، بس هو عربي فصحى الصف ده من أصعب الفصحى، حتى بالصف بنحكي بالعربي الفصحى. فمبسوطة بحب الصف، بس كمان شوي خايفة على الامتحان بالوقت like هلا جمعتين ثلاثة ما بعرف ليه ما عم بحط، حب احط لاينر like او قلم او هيدا كتير عم حسه قاسي، فعم اخد لون غامق. هيدا هون في لون غامق او لون اسود او لون بني على ريشة مثل 208 تاعت ماك اللي هيك شكلها شوية مش مطعوجة، بس فهمتوا علي من هالصوت، وعم استعملها كلاينر نفس الشي، بس مع اي شادو بيطلع شوية انعام واسهل اذا غلبطته، اذا عملته شي ما ببين قد لو اذا اخدته ليكويد لاينر او هيك شي. فيكن ترجعوا تاخدوا ريشة وتدمجوه، ما بقعد كتير مبين انه غلطته او يلي هو. هي لخلص العين التانية حط ماسكارا وبرجع لكم. فهي اخر تكي قررت احط الرموش الصناعية، هيدول من الصين جبت فيهم رفيقتي نوال، بحط التريل بتاعها تحت، فما بعتقد عندي لينك او شي، بس شفتو هيك علبة نمرة 26، فهي هي رح اظهر زوم اوت شوي نعمل بوينت اوف بوزيتيفيتي. اول بوينت اوف بوزيتيفيتي اليوم كان عندي هيك صباحي كان رايق، فقعدت وتفرجت على فيديوز يوتيوب واي كات اب عليهم وهالقضايا، فكتير انبسطت بهالشي. تاني شغله ضيعتها لاختي هذيك اليوم، كنا نازلين نوصل
بنت خالتي على المطار وضاعت وضيعتها، وبعدين رجعت لقيتها. فهيك لما لقيتها تعبطت فيها، فهيك انبسطت فيها. غريب هيك بلحظة، انه مش انه ضعنا بس انه بلحظة هيك غفلة بتتذكري هالاشياء. فهيدا اكيد تاني شي كان وصفي. وتالت شي هو مطعم جديد جربت اسمه نوفيكوف، كان كتير طيب. كان عنده محل تلياني وعنده محل مثل تاي، فرحنا عند المحل التلياني كان بجنن. ولا شي اخذت معكرونة مع صوص طماط، بس كان كتير بتجنن. فها هي منا اليوم. بوسكن كتير ان شاء الله يكون نهاركم كان نهار منيح. وهي هي ان شاء الله تكونوا انبسطتوا حبيتوا الفيديو. وما في اترككم بلا ما اذكركم انه الحياة كتير قصيرة، حتى الواحد ما يلبس حمرة بتسلي. باي جايز.